السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا ما قرره القرآن الكريم في حق الأمة المسلمة من فضل، لكن هذه الخيرية تدور بين حدي التكليف والتشريف، بين أن يكون المسلمون قدوة الأمم في شتى مجالات الحياة، وبين أن يكونوا على رأس هذه الأمم مكانة ورفعة. والحال كذلك، فما مفهوم الخيرية الموصوفة؟ وما أسبابها ومنطلقاتها؟ وكيف تتجلى مظاهرها في أمة الإسلام؟ هل الخيرية مطلقة في الزمان والمكان أم هي مخصوصة بجيل صدر الإسلام؟ ما مدى تحقق الخيرية في أمة الإسلام اليوم؟ هذه الأسئلة وغيرها نضعها على طاولة الحوار في حلقة اليوم من برنامج مقاصد. أهلا بكم. مشاهدينا الفاضلين، للحديث عن موضوع حلقتنا يسعدنا الترحيب بالدكتور إبراهيم سلقيني، أستاذ الفقه وأصولي في جامعة غازي عنتاب، وهو متخصص في الفقه الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. دكتور أهلا وسهلا. الخيرية الموصوفة في القرآن الكريم سواء كانت صفة للمسلمين أم حالا، ما هذه الخيرية؟ ما معناها؟ ما مفهومها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. أولا، الآية أثبتت الخيرية لعموم الأمة مجتمعة، لم تثبتها لكل واحد منها بأعيانهم، فهذا لا يعني أن الفاسد أو المنحرف ستكون هذه الخيرية شاملة له في هذه الحالة. وحددت ثاني شيء أن الآية حددت للخيرية أوصافا محددة، وهي أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله هي المعيار لهذه الخيرية. فإذا تخلى عنها أحد من هذه الأمة فلا تشمله هذه الخيرية، لكنها متحققة بوعد الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة من وعد نزول التشريع إلى قيام الساعة، وهي سبب حفظ هذا الدين، أن الله سبحانه وتعالى حفظه، أن الأمة بمجموعها وليس كلها يقوم بهذه الفرائض والوظائف التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيحفظ الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة خيريتها إلى قيام الساعة. دكتور، أنت تحدثت سريعا عن أسباب هذه الخيرية، وهذا سنتوسع فيه في المحور الثاني إن شاء الله بعد الفاصل، لكن هو الخيرية هنا ما الذي تعنيه؟ هي خير الأمم من أي ناحية، بعيدا عن الأسباب التي الموجبة لهذه الخيرية عند الله أو ليس عند الله سبحانه وتعالى، الأسباب التي الله سبحانه وتعالى تفضل على المسلمين بأن جعلهم خير أمة، هذه الخيرية معناها ما هو بالضبط؟ هذه الخيرية لها أسباب ومظاهر. أما أسبابها فهي أن هذه الأمة تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان يكون بالوعظ والإرشاد والتحذير من عاقبة عصيان الله سبحانه وتعالى، والتحذير من عاقبة انتشار الفساد بين الناس. وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما في مجال غير المسلمين، أيضا هذه الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر باللسان، فقال الله سبحانه وتعالى في مجادلة المؤمنين لأهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمسلمين وغير المسلمين في داخل الأمة وخارجها، ويكون أيضا بالأفعال. الأفعال يكون بإصدار القرارات التي تحد من الفساد،
وتزيد انتشار الخيرية والصلاح في الأمة وفي الكرة الأرضية كلها. فنحن المسلمون مطالبون بأن نحافظ أيضا على الخصائص الإنسانية للبشرية، وليس فقط الخصائص الإسلامية الخاصة بالمسلمين، بل من واجبنا أن ندعو للحفاظ على البيئة والحفاظ على الحيوان والحفاظ على المخلوقات والحفاظ على هذا الكوكب من إفساد الإنسان بقنابله الذرية والنووية وغيرها. هل أفهم منك أن الخيرية هنا، معذرة دكتور، يعني الخيرية مصطلح مرتبط بالدنيا أم بالآخرة؟ مرتبط بالدنيا وبالآخرة أيضا، فهذا الإصلاح يجب أن يكون. إذا الآن المسلمون لا يملكون زمام أنفسهم ولا زمام أمورهم وتأتيهم التعليمات من الخارج، لكن إن ملكوا زمام أنفسهم وزمام أمورهم فيجب عليهم أيضا أن يستصدروا قرارات يزجروا فيها الذين يلتزمون بهذه الأخلاق والقيم التي ينشرونها، حتى لا نكون مثل بني إسرائيل الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهذه المسؤولية هي مسؤولية عظيمة حقيقة على هذه الأمة وعلى كل فرد من أفراد المسلمين. لو أدركنا هذه الحقيقة وهذه المسؤولية لكان وضعنا وكان عملنا لخدمة هذه الأهداف كان أعظم. لهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله منها. شرط الله منها أي الشرط الذي شرطه الله على هذه الأمة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله تعالى. وهذا أيضا متعلق بالأسباب التي سنبحثها بعد قليل بشيء من التوسع بعد الفاصل. لكن دكتور، لو حدثتنا عن تجلي هذه الخيرية، كيف تتجلى في مظاهرها العامة والخاصة خيرية المسلمين على سائر الأمم؟ تتجلى هذه الخيرية بمظاهر كثيرة جدا جدا حقيقة. في كل تشريع من تشريعات الإسلام يوجد مظهر من مظاهر هذه الخيرية على الأمم الأخرى كلها. من مظاهر الخيرية في ذلك أن الأمة الإسلامية تتحمل مسؤولية الخلق في تبليغ دعوة الله لهم والشهادة عليهم، وأننا بلغنا هذه الرسالة إلى كل البشرية بكل لغات العالم. لذلك قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكل نبي بعث لقومه، أما نحن فكلنا وكلاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة البشرية للإيمان بالرسالات كلها بالطريقة التي نستطيع من خلالها أداء هذا البلاغ. فهل أدينا هذا الحق الواجب أم لم نؤديه؟ هذه حقيقة مسؤولية عظيمة. أيضا ما ورد في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت الله عز وجل ألا يجمع أمتي على ضلال فأعطانيها، وسألت الله عز وجل ألا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيها. وهذا يعني أن هذه الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلال، ولا يمكن أن ترتكب من الموبقات والمعاصي ما تستحق بسببه السنين كما ورد في الحديث، أي العذاب العام الذي يهلك الأمة كما أهلكت كثير من الأمم السابقة بسبب عصيانها وإصرارها على بعض المعاصي والموبقات بالجملة. نسأل الله العفو والعافية. أيضا من مظاهر الخيرية أن جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة طوائف تفرغوا للجهاد في سبيل الله، كما روي عن ابن حوالة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. فقال ابن حوالة رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أدركت ذلك فما توصيني؟ خير لي يا رسول الله. فقال: عليكم بالشام فإنها
خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم باليمن بيمنكم واسقوا من غدوركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. وجعل الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة، هذا يدل طبعا على أن الجهاد مستمر إلى قيام الساعة وفي كل مراكز العالم الإسلامي لا يتوقف، وأيضا طوائف أخرى تفرغوا للدعوة في سبيل الله، كما روي في الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. يعني لو كانت الأمة كلها تحارب دعوتهم سيبقون صامدين في هذه الدعوة حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالحديث أن هذه الطوائف تتمسك بتشريعات الله، ومع ذلك طائفة من أمتي، كلمة من أمتي هذا يعني أنهم جزء من هذه الأمة، ومع ذلك لا يفسقون الطوائف الأخرى المقصرة في دعواتها ولا يضللون في الدعوة، ولا يضللونهم ولا يكفرونهم وهكذا. وأيضا طوائف أخرى تفرغوا لإعادة المسلمين إلى شرع الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على يد بعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. طيب، بالنسبة للخيرية، هل يلزم تحقق الخيرية في الأمة أو كثيرا من مظاهر الخيرية، هل يلزم من تحقق ذلك وجود المجتمع المسلم في دولة مسلمة، أم يمكن أن تتحقق هذه الخيرية بمظاهرها كاملة في والمسلمون متفرقون في دول شتى أو هم تحت أنظمة حكم جبرية مثلا؟ الخيرية ليست المقصود كما بدأت في أول كلامي أنها ليست متعلقة بأعيان وأفراد الأمة الإسلامية، بل متعلقة بعموم الأمة الإسلامية. لكي نفهم ذلك، على سبيل المثال، عندما تكون الأمة في أوج ضعفها وأوج ذلتها وأوج تفرقها، نجد أن هذه الأمة خير من غيرها من الأمم بمجملها، هذه الأمة بمجملها خير من غيرها من الأمم أيضا بمجملها. على سبيل المثال، نحن في حالة الضعف التي نعيشها يبقى الشذوذ شيء شاذ في مجتمعنا حقيقة، بينما تعترف به الدول التي تدعي الحضارة. هذه الخيرية التي تحافظ فيها الأمة على الحد الأدنى من قيمها ودينها وأخلاقها مهما بلغت من الضعف ومن الخنوع والذلة والخضوع وإلى ما سوى ذلك. حتى أنه لو أن شخصا يدعي العلم ويدعي المشيخة ويدعي الصلاح ويدعي كذا، فأصبح يخرف في دين الله أو يتجرع على دين الله سبحانه وتعالى بغير علم، نجد أن صغار الأمة يردعونه ويزجرونه ويناقشونه ويردون عليه فيوقفونه عند حدوده. لذلك نجد أن الأمة مع تعرضها لحملات مغولية وحملات صليبية وحملات دول الملوك والطوائف التي مرت بها في العصور القديمة والحديثة، نجد أنها لم تضمحل ولم تذوب ولم تزول من الوجود بسبب هذه الخيرية التي هي قضية نسبية. عندما تصل الأمم كلها إلى أدنى مستوى من مستويات الانحطاط، تبقى هذه الأمة هي خير من تلك الأمم مهما كان فيها من الفاسدين ومهما كان فيها من المنحرفين. نعم، أكرر أن مهما كان الإنسان لديه عمة بحجم كرسي، عمامة بحجم كرسي أو لحية طولها مترا، ثم يتجرع على شرع الله بالتحريف، نجد أن أصغر طفل يحفظ القرآن الكريم كاملا
ويحفظ البخاري ويحفظ مسلم ويقول له أنت أخطأت وأنت تجرأت على شرع الله فلا يجوز لك هذا ولا يحق لك. ولعله هذا من مظاهر الخيرية. تحدثت في البداية دكتور إبراهيم عن أن من أسباب هذه الخيرية هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نريد بعد قليل أن نتحدث عن نبين وسائل وكيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهل هو في مسائل فردية فرعية داخل الدولة المسلمة أم يتعدى حدود الدولة المسلمة، لكن ليس قبل أن نذهب إلى فاصل قصير. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن خيرية الأمة المسلمة مع دكتور إبراهيم سلقيني أستاذ الفقه وأصوله في جامعة غازي عنتبة، وهو متخصص في الفقه الاجتماعي. دكتور، تحدثت في البداية أن مناط أو منطلق الخيرية في الأمة المسلمة على سائر الأمم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نريد أن نحدد أول شيء، هذه هي الأسباب فقط محددة ومحصورة أم ثمة أسباب أخرى؟ ثم بعد ذلك نريد أن نبين ما هو الأمر بالمعروف وما هو النهي عن المنكر، آلياته وسائله، ما هو المعروف الذي يحض عليه والمنكر الذي ينهى عنه؟ بالنسبة لموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ما أمر الشرع به فهو من المعروف الذي يجب أن نحض البشرية عليه، وكل ما حذرت الشريعة منه فهي من المنكر الذي يجب أن نحذر الناس منه. ما يجب أن نلتفت إليه في هذه القضية ونهتم به اهتماما بالغا جدا هو قضية في منتهى الأهمية، وأن هذا ليس من اختصاص المشايخ وحدهم وليس من اختصاص طلبة العلم وحدهم، لأن هذا مسؤولية كل مسلم على وجه هذه الأرض على وجه هذه المعمورة. هذه الوظيفة التي أنيطت بكل مسلم بمقدار علمه وبمقدار معرفته، فالذي يتقن أو يعرف أو كل بالأحرى كل مسلم يعرف قضايا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده، يجب عليه أن ينشر هذه الأفكار ويتعلم آلية نشرها بين الناس وآلية توجيه الناس إليها. هذا من ناحية الأفراد، أن كل واحد يجب أن يقوم بهذا الدور المنوط به كونه مسلماً. أما من ناحية الأمة من حيث العموم، فآلية الأمة لو نعتبر أو نحاول أن نصور هذا القضية بنموذج صغير، أن هذه الأمة شخص والأمم الأخرى أشخاص آخرين، فهذا الشخص بمجموعه يجب أن يكون لديه وسائل إعلامية بكل اللغات يقوم من خلالها بتوصيل أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القضايا الإنسانية التي هي تهم كل الخليقة بصفة عامة، كحماية البيئة وحماية الجنس البشري من القنابل الذرية ونيترات الأمونيوم وغيرها مما يفسد الأرض والزرع والشجر والحجر والحيوان والنبات، ومما يتعلق تحديدا بالتشريع الإسلامي الذي استوعب جميع التشريعات السابقة له التي هي اليهودية والنصرانية وغيرها من الديانات السماوية، وجاء بتشريع سماوي يصلح للتطبيق لكل البشرية في لكن كل زمان. أرجو المعذرة عن المقاطعة دكتور إبراهيم، يعني أنا فهمت منك أن الدعوة
الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي من أسباب هذه الخيرية، لكن هل تنسحب هذه الأسباب أو هذه الشروط التي تتمتع بموجبها الأمة بالخيرية على الوسائل؟ بمعنى أن الأمة إذا قصرت بوسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني تتقلص الخيرية فيها؟ لا يستحيل أن يعني أن تكون مجموع الأمة منعدم فيه هذا الأمر، يستحيل، وإلا فنيت هذه الأمة. الأمة في أوج ضعفها أو في قمة ضعفها يجعل الله سبحانه وتعالى فيها أفرادا مثل أهل الكهف، لذلك سورة أهل الكهف نقرأها في كل جمعة، وتسمى أيضا سورة الفتنة لهذا السبب. يستحيل، هذا النوع من حفظ التشريع جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة دون غيرها، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجمل الأمة لا ينقطع، ليس يستحيل هذا أن سؤالي دكتور ينقطع. إبراهيم، ليس هذا سؤالي. سؤالي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي أسباب لخيرية هذه الأمة، لكن هل ينسحب على هذه الأسباب مطالبة المسلمين بأن يجودوا وسائلهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بمعنى أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهذا من أسباب خيريتهم، لكن إذا قصروا في وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يعتبروا مقصرين في أسباب الحصول واستجاب الخيرية فيهم؟ أخي الكريم، أؤكد مرة أخرى أن الخيرية حاصلة على جميع الأحوال، فإذا وصلت الأمة إلى أدنى مستوى فالأمم الأخرى هي أدنى من هذا المستوى التي وصلت إليه الأمة، لذلك الخيرية موجودة. لكن هذا لا ينفي أننا يجب علينا شرعا أن نحقق أعلى مستويات الخيرية، أعلى مستويات الخيرية. لذلك إذا قمنا بتحقيق هذا المستوى أو قمنا بالعمل لرفع مستوى الخيرية الذي نحن فيه، فسنجد أن الأمم الأخرى التي تتظاهر بأنها جميلة لطيفة وهي تدعم الدكتاتوريات في العالم الإسلامي، تجدها أنها ترتكب مجازر كالتي حصلت في البوسنة والهرسك وغيرها بحق المسلمين، وتظهر هذه البيئات على حقيقتها. نحن مطالبين بأن نأتي بأسباب هذه الخيرية، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أراد أن يكون من هذه الأمة فليأتي بشرط الله منها، يعني كل فرد منا يجب أن يأتي بشرط الله منها. أما إذا تخلينا عن هذه الشروط هل يمكن أن يحصل هذا في جميع الأمة؟ مستحيل. طب هناك كما هناك قال الله سبحانه، دكتور إبراهيم، هناك اتجاه لتفسير هذه الخيرية بأنه مرتبط بصدر هذه الأمة بعصر الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولا تضره شيئا. هل تسمعني دكتور؟ تسمعني؟ نعم أسمعك. معذرة، أنا يعني قلت لك أنه ثمة اتجاه لتفسير الخيرية بأنها منحصرة في جيل الصحابة في صدر هذه الأمة، لأنهم هم الذين حققوا قيم الإسلام مكتملة وحققوا مقاصد الشريعة من أن يكونوا مسلمين. هل لديك اطمئنان كافي بأن هذه الخيرية هي ممتدة عبر الزمان والمكان؟ طبعا ممتدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وارد في البخاري. والله سبحانه وتعالى يبعث على كل 100 يعني على كل رأس كل 100 سنة من يجدد. الآن كلمة من ليست محصورة في شخص كما نحن نظن، قد يبعث في رأس كل سنة من يجدد في موضوع العلوم، من يجدد في موضوع القرب من الله، من يجدد في موضوع الرجوع إلى الكتاب والسنة، من يجدد في موضوع تزكية النفس والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإصلاح القلوب، من يجدد. الأمة محفوظة، وهذا هو مصدر خيريتها إلى قيام الساعة. أفهم من كلامك أن الخيرية صفة لازمة للأمة بدي طالما هي موجودة؟ طبعا أكيد، وهذا من حفظ التشريع، فلو زالت هذه الخصائص من مجمل الأمة لحصل فيها التحريف كما حصل في الأمم السابقة والعياذ بالله تعالى. طب دكتور إبراهيم، هل دائرة الخيرية منحصرة في الأعمال أم أنها تتعدى إلى التصورات والأفكار؟ ماذا تقصد بهذا يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو دائرة عملية، نحن الآن نتحدث عن دائرة العمل في إطار الحركة والعمل، لكن هل هذه الخيرية تنسحب إلى التصورات والأفكار التي يحملها المسلمون للحياة وللكون وللبشرية؟ هل الخيرية داخلة في هذه الساحة في هذه الدائرة؟
طبعا من ناحية الفكر، الفكر هو حقيقة أساس العمل، فإذا كان هناك عندي انحراف في موضوع الفكر سينتج عن ذلك انحراف في الفكر أيضا، في العمل عفوا أيضا. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا ربط؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ماذا قال؟ وتؤمنون بالله. فإذا قلنا أن كل الأفكار مثلا سوية وكل العمل جيد وأصبحت الأمة مرتفعة لكن لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى، إذا يوجد عندي انحراف فكري شديد أو شنيع. هذا لا يحصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. لا يمكن أن يعبدوا الأصنام، ولا يمكن أن يعبدوا الأشخاص، ولا يمكن أن يعبدوا الطواغيت، ولا يمكن أن يعبدوا الفراعنة كما حصل مع بني إسرائيل من قبل. طيب، يعني أنا ربما أنقل لك رأيا موجودا في الساحة الإسلامية، ربما ينطوي كلامك دكتور إبراهيم على كثير من المنطق التبريري، بمعنى أن المسلمين ليسوا على الدوام هم الأمة التي تحتوي بخصائص الخيرية إذا لم يستجيبوا لسنن الله سبحانه وتعالى، وهي سنن لا تراعي ولا تحابي ولا تجامل، بمعنى أن هذه الخيرية مرتبطة بسنن ربانية يجب أن يأتيها المسلمون حتى تتحقق فيهم هذه الخيرية. هل ترى ارتباطا عضويا بهذه الطريقة أم أنك تفصل بين السنن وبين الخيرية؟ أستاذي، جزء من السنن ما يخبر به الله سبحانه وتعالى وتخبر به الأحاديث النبوية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لم تتحقق الخيرية فيني أنا تحديدا كفرد كشخص، هذا لا يعني أن الأمة ستزول أو الكرة الأرضية ستزول أو التشريع الإسلامي سيزول أو تزول الخيرية عن الأمة الإسلامية. إذا زالت الخيرية عن 999 من 1000 وبقيت الخيرية في شخص واحد، تجد أن هذا الشخص الواحد يقوم مقام جيش كامل ويصلح في هذه الأمة إصلاحا لم يفعله غيره، كما حصل مع العز بن عبد السلام وغيره. هؤلاء الأشخاص الذين أخرجهم الله سبحانه وتعالى في كل 100 سنة هم تحققت فيهم الخيرية التي كفيلها الله سبحانه وتعالى للأمة. فإذا قصرنا لا أقول أن الخيرية هذه تعني أننا سنكون أقوياء أو أننا سنكون متحضرين أو إلى آخره. الخيرية موجودة في عموم الأمة لكن غير موجودة فينا نحن. إذن ماذا نكون نحن؟ نكون في قاع الحضيض، لكن الإسلام والتشريع الإسلامي يمضي بخطى ثابتة لا يستطيع أن يقف في وجهها أحد أبداً أبداً. لكن هنا أبداً أنت تفصل بين الإسلام وبين المسلمين، إذا ما كان المسلمون منحطين ومتراجعين عن الركب الحضاري ومتخلفين، وحتى فسدت أخلاقهم بفساد عقائدهم وتخلفهم عن الركب الحضاري، لكن الإسلام باق، فهنا ثمة فصل بين الإسلام وبين الأمة الإسلامية، وبالتالي قد تتقلص هذه الخيرية ربما تزول في مرحلة من المراحل، ليس زوالا أبديا ودائما وإنما زوالا عارضا مؤقتا، وبالتالي يعني نعود إلى حديث السنن. النقطة أستاذي موضوع السنن، العز بن عبد السلام في أي جيل خرج؟ نعم. وفي أي مرحلة؟ الظاهر بيبرس، صلاح الدين الأيوبي، ألم يخرج هؤلاء في مراحل الانحطاط؟ ومن أين خرجوا؟ خرج الظاهر بيبرس تم بيعه وأسره المغول عندما كان طفلا صغيرا وباعوه وانتقل من بلد إلى بلد مباعا وبيع في مصر. صلاح الدين الأيوبي والده كان خارجا يهرب يخاف من القتل هو وقبيلته، فبكى صلاح الدين الأيوبي عندما كان صغيرا فأطبق عليه والده الدرع حتى يكتم صوته حتى لا تقتل القبيلة، ثم بعد يوم كامل فتح الدرع فوجده ينفس يأخذ نفس عميق هكذا ويشهق شهقة ويعود إلى الحياة ليحرر يحرر الأقصى. أنا أقول لك أستاذي، نحن في موضوع الخيرية لا نفصل عن المسلمين جميعا، لكن نقول أن الله سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال أنه يخرج على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، وعندما في الحديث المتواتر لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة، هذه الطائفة تقوم بمقام الأمة كلها فتحملها فلا تزول. هذا الحمل قاموا به لكن نحن مقصرون، ويجب أن نقوم به مثلهم حتى نكون في مقام هذه الخيرية. الخيرية موجودة وباقية في شخص، في شخصين، في طائفة، في طائفتين، في جيش، في جماعة، في غيره،
نجب أن نرقى نحن لأن نستوي نصل إلى هذا المستوى الذي يجعلنا نحن تتحقق فينا خيرية هذه الأمة. طيب النقطة مهمة، يعني نقطة مهمة يجب أن نثيرها دكتور إبراهيم، العلاقة بين خيرية الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس، وبين أن تكون هذه الأمة محققة شرط الاستخلاف. الله سبحانه وتعالى طلب من هذه الأمة أن تكون هي خليفته في الأرض، فإذا ابتعدت عن هذه المهمة ماذا يمكن أن يقال عن موضوع الخيرية أيضا؟ إذا ابتعدت الأمة تضعف، تنهار، تتعرض إلى التعذيب، تتعرض إلى المحن، يحتقرها أحقر القوم كما يحصل في فلسطين، أحقر خلق الله في الكرة الأرضية كلها، يحتقرون المسلمين والمؤمنين ويذلونهم إلى آخره. لذلك نحن عندما نقول يعني نفهم كلمة نحن نتصور في قوله تعالى كنتم خير أمة، إذن هذا خير هنا لا يصف، هنا أفعل تفضيل، أفعل تفضيل في خير وشر، هذا خير من هذا، هذا خير من كذا، كنتم خير أمة، خير الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا لا يعني أنه هي خير، قد تكون هي في شر لكنها خير من غيرها. نعم. فهنا أفعل تفضيل وليس فعل وصف هو في هذه. نعم دكتور، وعلماء اللغة يقولون أن فعل التفضيل إذا دخل على نكرة أفاد العمومة والاستغراق هنا، لكن يعني أنا أريد أن أسألك يا دكتور، إذا ما كان من تمام الخيرية علو المسلمين حضاريا، فما الآثار المترتبة على هذا العلو وعلى هذه الخيرية؟ يعني إذا ما كان المسلمون هم خير أمة، فما الآثار التي يجب أن تترتب في الحياة وفي الكون على هذه الخيرية؟ يجب أن يكونوا قائدين لكل الأمم في توحدهم، في تماسكهم، في انصياعهم لرأس واحد، لا أن يكون كل رأس من الرؤوس يعدونه هو الرأس الوحيد والقطب الأوحد في حظيرة صغيرة. يجب 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 هذه يوجد أشياء كثيرة يجب أن نعمل عليها. في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن تكون لنا قنوات موحدة تبث في جميع لغات العالم، هذه القناة تدار قناة واحدة في كل لغة، قناة واحدة في كل لغة، ثم تتوسع تماشر عملية الدعوة ونقل أفكارنا، بدلا من أن كان أيام حرب الخليج الأولى أذكر أنه كانت قناة CNN تعرض لنا وجهة النظر الأمريكية باللغة العربية بدلا أو باللغة الإنجليزية عفوا، ثم بعد ذلك أصبحت تعرضها باللغة العربية. هذا من واجبنا نحن أن ننقل أفكارنا إلى الدول الأخرى باللغة العربية والفرنسية والألمانية والإسبانية وغيرها، إلى كل دول العالم دون استثناء. لا يوجد تقصير، يوجد تقصير عظيم، وهذا التقصير نتيجته أننا الآن في أسفل السافلين من الناحية المدنية، لكن من الناحية الأخلاقية نجد أنه في الغرب التي يعني تتفاخر بحقوق الإنسان وغيره يبيعون أعراضهم مع أنهم لا يحتاجون للمال، أصبحت تجارة، ولا أحد يستطيع أن يستنكر على امرأة أنها تمارس الدعارة بشكل علني. أما نحن في أمتنا الإسلامية التي تعيش قمة تخلفها وقمة ذلها وقمة حاجتها وتموت الحرة ولا تأكل بثديها، هذه يعني قاعدة معروفة. هذه قاعدة معروفة وقد قالتها هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي موروثة عن الجاهلية، هذه من خصائص ربما العربية حتى في زمن الجاهلية. لكن الآن تحدثت في جانب أخلاقي دكتور فرعي، وهي قضية العرض، وأن المرأة يعني لا تدخل ساحة الدعارة وتحتفظ بأخلاقية، وهذه قضية أخلاقية فرعية من مجمل الحضاري الإنساني. سنبحث هذا عن واقع الأمة المسلمة اليوم وعلاقتها بالخيرية، خصوصا في ظل ما وصفته من تخلف وتراجع سواء على المستوى الديني أو حتى على المستوى الحياتي. وقفة قصيرة ثم نستكمل هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد.
أهلا بكم دكتور إبراهيم. بالنسبة لواقع الأمة الراهن اليوم، ما مدى امتلاك أمة المسلمين اليوم للخصائص والشروط التي تنطبق عليها وتجعلها جديرة بحمل صفة الخيرية التي أضفاها الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام؟ الحقيقة الحالة التي نعيشها في هذا اليوم، حالة الأمة الإسلامية، هي حالة دول الملوك والطوائف. هذه الحالة تجعل أنه يوجد في كل منطقة من مناطق العالم الإسلامي بذور، وهذه البذور بعضها غط وبعضها يتم حصاده قبل أن ينضج وقبل أن يشتد عوده، فلذلك يوجد تقصير كبير. هذا التقصير كما قلنا سابقا لا يمنع من خيرية الأمة بمجموعها، لكن يقتضي منا نحن المسلمين فردا فردا أن نعمل ونسعى لكي نصل إلى مستوى هذه الخيرية، لنكون نحن جزء من هذه الخيرية فنجني ثمارها ونحصل بعد ذلك الحضارة والمدنية التي نريدها. في القاعدة الشرعية كل تشريف يقابله تكليف، هذا التشريف جعله الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، لكننا من حيث التكليف لم نقب بالتكليف الذي يستوجبه علينا هذا التشريف الذي أعطانا إياه الله سبحانه وتعالى. لذلك القرآن في سورة البقرة هي تتكلم كلها عن بني إسرائيل، لكن حقيقة هي لا تخاطب بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل من آمن آمن ومن لم يؤمن لم يؤمن. هذا القرآن موجه لك أنت أيها المسلم، لكي لا تقع فيما وقع به بنو إسرائيل عندما ظنوا أن الخيرية التي كانوا عليها في زمانهم قبل أن يأتي تشريع الإسلام وفضلهم على كثير من الأمم أنها صفة ملازمة لأعيانهم. كلمة صفة ملازمة لأعيانهم ماذا فهموها؟ فهموا أن هذا الخيرية هي صفة ملازمة لكل شخص حتى لو كان عاصما، صفة ملازمة لكل شخص حتى لو كان مقصرا، صفة ملازمة لكل شخص حتى لو كان منحرفا، صفة ملازمة لكل شخص حتى لو كفر بدين الله أو حرف دين الله. لذلك نجد أنهم يقولون عن أنفسهم أنهم شعب الله المختار، وهذا يأتيهم بالوراثة. أما عندنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالجهر بالدعوة يا فاطمة بنت محمد آمني فإني لا أغني عنك من الله شيئا أبدا. فالخيرية هي بناء على السلوك وبناء على العمل وبناء على اتخاذ الأسباب وبناء على السنن الكونية حتى نصل نحن إلى مستوى هذه الخيرية. لذلك الذين لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، هؤلاء حصلوا أسباب الخيرية وحصلوا عليها، فإن لم يجنوا ثمارها في هذه الدنيا فسيجنون ثمارها في الآخرة إن شاء الله تعالى. أما نحن فهل جنينا هذه الثمار؟ للأسف إذا لم نقم ونعمل لنصل إلى هذا المستوى على جميع أنواع على جميع الجبهات العسكرية والسياسية والاقتصادية والعلمية، فلا أظن أننا نصل إلى هذا المستوى للأسف. طيب إذا ما يعني أردنا أن نعلق على بعض الآراء المتشائمة يعني أو تنظر إلى الواقع بنظرة سوداوية، وربما يكونون معذورين في ذلك، يقولون بأن الأمة الآن يعني لا تبدو فيها مظاهر الخيرية. في هذه مقابل هذه النظرة، كيف يمكن أن تجدي لنا دكتور إبراهيم بعض مظاهر الخيرية في الأمة المسلمة راهنا حتى وإن وصلت إلى ما وصلت إليه من دركات السقوط الحضاري والتراجع العقدي والبعد عن القيم الأخلاقية الإسلامية الأصيلة؟ أستاذي، نحن دائما نظرتنا تعتمد على أن كل واحد منا له عينين فقط والبيئة المحيطة به. الله سبحانه وتعالى خلق البشر من 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 خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. عندما نريد أن ننظر إلى التطور الاجتماعي وإلى الوضع الذي تعيشه الأمة من ناحية خيرية أو عدم الخيرية، يجب أن أسمع من والدي عندما كان في مصر يدرس
في السبعينات كان لا يستطيع أن يذهب إلى الإسكندرية، وربما الأفلام القديمة توضح هذه الصورة وتعرف لماذا لا يستطيع أن يقف على الشاطئ. الآن في مصر، مصر الكنانة، تستطيع أن تذهب إلى شاطئ الإسكندرية. لماذا؟ ما الذي تغير؟ أخي، الدنيا كلها تحارب المسلمين، ومع ذلك الدين الإسلامي والأمة الإسلامية هي في صعود متدرج بلطف الله، مع تقصيرنا نحن بهذا الأمر، بلطف الله، أكرر، بلطف الله، مع تقصيرنا نحن في هذا الأمر. لذلك الإسلام يمضي، نحن لا نتشائم ولا نتفائل من فراغ، لكن في نفس الوقت نقول يجب علينا أن نعمل لكي نصل إلى هذا المستوى الأعلى رويدا رويدا. لكن يوجد تدرج، والأمة الإسلامية تمضي إلى خير، والعالم كله يعلم هذا ويقف موقف الرعب والخوف من تصدر الإسلام. نحن يجب أن نحاول أن نقول أن تصدر الإسلام. لكن دكتور إبراهيم، يعني هذا الكلام على أهمية ما ذكرته، ثمة من يقول أنه لا يعدو أن يكون كلاما عاطفيا، والسبب في ذلك أن المسلمين الآن هم يعني مختلفون حول تصورهم للإسلام. يعني الإسلام ليس مجمعا عليه بحقائقه وغاياته ومقاصده بين المسلمين اليوم، بخلاف ما كانت عليه في السابق في مرحلة وصفتها بالانحطاط حينما ظهر ببرس والعز بن عبد السلام. في حينه كان هناك إجماع على حقائق الإسلام وعلى مرجعيته في كل صغيرة وكبيرة. والله يا أستاذي، لو رجعنا إلى عصر العز بن عبد السلام ونظرنا إلى الوثائق التاريخية التي تتكلم عن طبقة المشايخ الذين كانوا يتهمونه بالحماقة والجرأة الزائدة عن اللزوم في مجابهة المماليك، لا تغير رأيك في هذا حقيقة. كواقع تاريخي، أنا درست وضع الأمة الإسلامية من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. الأمة تقوى 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 تقوى، ثم تنزل في مرحلة انحطاط لا تتجاوز 100 سنة. هذا الانحطاط، كلمة 100 سنة، هو الذي أخبر عنه الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي بين 60 و70، فإذا أضفت إليها 20 عاما هي فترة خروج الجيل اللاحق لهذا العمر المنحط أو الجيل المنحط، لوجدت أننا لا يمكن أن نتجاوز 80 أو 90 سنة، ثم تجد الأمة كلها واقفة على رجليها. على سبيل المثال، الأقصى تم احتلاله 90 عاما، لم تتجاوز ذلك. أيضا موضوع الانحطاط والانحدار الذي عاشته الأمة الإسلامية في العصر الذي نعيشه لن يتجاوز 100 عام، وبعد ذلك سيتغير أشياء كثيرة في التاريخ. على سبيل المثال وليس الحصر، أذكر عندما كنت صغيرا الصوفي يكفر السلفي والسلفي يكفر الصوفي، الآن يتقبلون بعضهم. لماذا؟ ما الذي حصل؟ ما الذي تغير؟ هل تغير التصوف أم تغيرت السلفية؟ لا، آفاق المسلمين توسعت، وأصبح الصوفي يفهم الصوفي الفاسد من الصوفي، يفهم السلفي الفاسد من السلفي الصالح، والسلفي أصبح يفهم الصوفي الفاسد من الصوفي الصالح، وأصبح العلم لم يفشو، وأصبحت الجامعات تكثر، وأصبح التعليم ينتشر في كل مكان، وأصبح إذا توقف التعليم الجامعي في الأبنية البيتونية أصبح يمكن أن تتلقى التعليم عن طريق الإنترنت وغيره. فهذا الانطلاق الشديد الذي لا نلاحظه لأننا نعيش فيه، لكن إذا نظرنا الآن، الحلقة التي أنت تبثها الآن، في يوم من الأيام لا يستطيع أحد أن يبث حلقة من هذا النوع. الآن كم القنوات التي تبث هذا العلم وتبث هذه الثقافة وتبث هذا الانفتاح الفكري على كل الجماعات الإسلامية، من متساهلها إلى متشددها، أصبحت كثيرة. وهذا انطلاق شديد لا يمكن إنكاره، لم يكن موجودا قبل 50 سنة عندما كانت سياسة المسار الواحد في الرؤية
والمسار الواحد في النظرة، والمسار الواحد في التحزبات، والمسار الواحد في العقلية. طيب. هذا يبشر بوحدة الأمة الإسلامية إن شاء الله تعالى، وقوتها من جديد، ورقيها فوق واقع الانحطاط نعم. التي تعيشها. طيب، نقطة على الهامش دكتور إبراهيم، بل لعلها ربما تكون في قلب الموضوع. هذه الآية الخيرية، كيف يمكن ضمان خيرية الأمة؟ كيف يمكن ضمان عدم تحولها إلى فكر عنصري عند بعض المسلمين ممن يجهلون حقائق الإسلام ومقاصده أو مقاصده؟ أخي، من خصائص هذه الأمة أيضا، هذه ربما غفلت عنها سابقا، أن هذه الأمة تنفي خبثها. ونفي الخبث هذا يكون باتجاهين، الاتجاه الأول كما تفضلت، هؤلاء الأشخاص الذين يفكرون فكرا شاذا داخل الأمة يصلون إلى مرحلة يتقوقعون على أنفسهم ويتصدفون، وهذا التصدف يجعلهم منبوذين من المجتمع. وأيضا كما قلت لك أيضا سابقا، أن طفل صغير يستطيع أن يبين له الحق من الباطل، فتصبح الأمة هي تشكل حوله نوع من الصدف يحاصر التفكير الشاذ الموجود عند هذا الإنسان، وهو نفسه يحاصر نفسه بأفكاره الشاذة والمتطرفة أو المنحلة، سواء كان تطرف في هذا الاتجاه أو في هذا الاتجاه، فيقوقع حول نفسه، فلا يبقى له تأثير في مجمل الأمة مرة أخرى. إذن الخيرية هذه ليست دعوة عنصرية يعني؟ لا، هي الخيرية هي ناحية سلوكية فكرية. كلمة سلوكية فكرية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما في مسألة. لماذا سألتك هذا السؤال دكتور إبراهيم؟ لأنه ربما تجد مثلا مسلما، لا يعني مثلا متحللا من عقائد الإسلام وربما من أحكامه إلى آخره، ويشبه حاله حال أي غير مسلم، فيقول، يأتي يذهب إلى النصراني أو إلى البوذي، أو يقول له: أنا خير منك، أنا مسلم وأنت غير مسلم. هذا أردنا أن نوضح هذا المعنى. إذا تجد أن البوذي والهندوسي والصليبي والنصراني يقول له: إذا كانت هذه الخيرية موجودة فيك فأنا خير منك، فيسكته. نحن في مرحلة سابقة كان يوجد لدينا كثير من الأفكار العنصرية عند الأفراد وعند الجماعات، حتى الجماعات بعضها يظن أنه هو خير الأمم، ويتصل معه المرحلة أن يضلل الجماعات الأخرى في داخل الأمة الإسلامية ويفسقها ويبدعها ويكفرها. لكن رويدا رويدا نجد أن هذه الجماعات وهؤلاء الأفراد يتصدفون، فلذلك نجد أن تعصبهم قاصرا عليهم، فلذلك سوءهم وشرهم يلزمهم هم، لكن لا يمكن أن نعممه على فكر الخيرية الذي جاء به هذا التشريع، من ناحية أنها خيرية فكر وسلوك وليست خيرية تعصب وتحزب أن حزبي أو جماعتي أو غيره. لذلك نجد أن أبو لهب، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، نزلت فيه القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب، جهنم، الأمر منتهي. فليست المسألة متعلقة لا بقرابة ولا بأنه مجرد أن يكون مسلم. كونه مسلم ويستبيح المحرم، يستبيح المحرم سواء يستبيح الزنا أو يستبيح الشذوذ أو يستبيح يعني يستبيح قتل الناس، فهو في هذه الحالة ليس مسلما أصلا، حتى نقول أن هذا تصدفه العنصري هو تعبير عن الخيرية. هذا ليس تعبير عن الخيرية، هذا انحراف في فكره هو. طيب دكتور، بقي عندي دقيقتان، وجرت العادة أن أسأل ضيفي عن ما يريد أن يقوله مما لم يرد ذكره في هذه الحلقة ضمن سياق الموضوع، بدقيقتين. ما أريد أن أقوله هو ما قاله الله سبحانه وتعالى نقلا عن التوراة والإنجيل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، مثلهم ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار،
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا الوعد جاء في التوراة وجاء في الإنجيل بحق هذه الأمة، فواجبنا نحن المسلمين أن نرتقي ونعلو لنصل إلى هذا المستوى بالعلم وبالتكاتف وبتكامل الجماعات الإسلامية مع بعضها، بدلا من تشرذمها وتصارعها وتناحرها فيما تعتقد أن الخيرية قاصرة عليها وتبدع غيرها. ولنكون جميعا من الطائفة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنها: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى قيام الساعة. شكر الله لك دكتور إبراهيم. ختاما مشاهدينا الكرام، أشكر ضيفي الكريم المكرم من غازي عنتاب دكتور إبراهيم سلقيني، أستاذ الفقه وأصوله في جامعة غازي عنتاب. كل الشكر لكم، في حراسة الله تعالى وتوفيقه.